عسلامتكم، عسلامة ومرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير ونعمة الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم جبت لكم روسية البسبوسة اللي طلبتوها مني برشا، روسية ناجحة على الخر، ما غير عظم وما غير فرينة. هاكم شوفوا ديجا في التصوير تحكي وحدها. أول حاجة باش نبدأ بها، باش نبدأ نحضر الشحور، باش نحضر السيرو اللي باش نسقي بها البسبوسة. لازمها طيب وتبرد، ولازم نسقي بها البسبوسة وهو برد. أخذت 3 كيسان سكر، عليهم 3 كيسان مي، نفس الكيس اللي كيلت بيه كل شيء. باش نكيل بيه توا السكر والمي، ومن بعد نكيل بيه معناها الكيلة متاع البسبوسة. حطيت الشحور يطيب، باش نغليه 10 دقائق. حطيت له توا شويه قارص، جوست معناها ترونش قارص حطيتها تغلي معاه من غير حتى ما صرت فيه، باش نحطه يغلي 10 دقائق ومن بعد نسكر عليه. لهني بنفس الكيله متاع الكيس، جوست اني البنات على خاطر كيس الاخر مبلول هذاك علاش خديت الكيس هذايا، اما راهم نفس الكيله حسب تقريب 200 غرام. خديت 4 كيسان سميد متاع الكسكسي، وخديت لهني باش هذوما يعني اللي باش نخلط بيهم السميد هذاك. خديت 2 كيسان سكر ماهمش معبين برشا، عليهم كيس زيت. تنجموا معناها تحطوا السكر كيس كامل، لما اني حطيته ناقص شويه خاطر هو باش يتشحر، معناها مش لازم نحطوا برشا سكر. لهني خديت كعبه ياغورت، تنجموا تعوضوا بها بنصف كيس حليب، نفس الكيس هذاك اللي باش نكيل بيه. حطيت كعبة الياغورت وكملت صبيت عليها ماء زهر، عبيت بيه الكيس هذاك. يعني الكيس هذاك تنجموا تخلطوه يا اما ماء زهر وحليب، والا كعبة ياغورت وماء زهر. باش نحط ساشي سكر فانيليا، والكل باش نخلطهم في باش نخلطهم عليها. تنجموا تخلطوهم في الخلاط تاع الجو ولا اي نوع خلاط عندكم. لازم السكر هذاك لازم يذوب، لازم نذوبوه تولي القوام نتاع الحاجات اللي حطيتهم الكل تقولش عليهم كريمه. نخلطها مليح مليح مليح، من بعد باش نزيد لها شويه ملح. نورمالمون الملح نزيدو من الاولى، ما انا نسيتو. ماذا بكم ديما الملح اول حاجه تعملوها في الحاجات الحلوه باش يعطي التوازن في الحاجات الحلوه اللي تعملوها. صبيت الخليط هذاك على الكيس 4 كيسان متاع السميد، باش نخلطهم الكل مع بعضهم ونصبهم في البلاتو. وانتم تتحكموا في غلظ البسبوسات، نجموا الكونتيتي اللي عملتها اني اليوم كنت نجم نعملها في 2 اطباق، والحقيقه كان عملتها في 2 اطباق خير. اللي جاني من الاول حطيت نصف الخليط، قلت معناها باش نعمل 2 اطباق كيف ما هيكيك. ملو رتبتها هيك الحقيقة، هيك معناها خير السمك باش تطيب خير من انها عالية. من بعد قلت خليني نحطها فرد مرة وكهو، ونقصهم مرسوات صغار. حطيت الخليط ضايع الكل، معناها حسيتها عالية برشا. ماذا بيكم تعملوها جيدة شوية باش نجم اطيب لكدي، طيب من داخل ومن بر. تو باش ناخذ سكينه باش نعمل باش نقصها، باش من بعد كيف نجي نقصها بعد ما طيب ما تتكسر ليش تتكسرش. معناها ديما تحاولوا انكم جوست تتعلموا كما نقولوا من فوق، باش من بعد كيف نقصها تتقص مستويه وما تبداش مفتفته. مش لازم معناها ندخلوا الاخر طبق، جوست هكاك معناها تعطينا الرشمه كما نقولوا. باش نزين بكعبات لوز، طبيعة نجمو تعملو بالكاكاوية ولا تنجمو من غير ما تعملوها. وحاجة أخرى أني نسيتها شريتها بالذمة باش نعمل بها ونسيتها، اللي هو جوز الهند. كنت نجم نحط لها نصف كيس جوز الهند في مع السميد، أما أني الله غالب نسيته على الأخر. كما تعرفوا الواحد الصيام
يأثر عليه على الأخر نسيته. نحس الجوز الهندي بننها على الأخر، ماذا بيكم؟ كان عندكم جوز الهند حطوا نصف كيس جوز الهند مع سميد. وكملت زينتها البسبوسة بك الكعبات متاع اللوز. وهذاك الشحور قاعد يطيب، حطيته يطيب وتلهيت نعم في البسبوسة. تعدي وسيبه 10 دقائق باش نطفي عليه الغاز. بعد ما طفيت عليه زدت عليه نصف كاس، معناه كما نقولوا فنجان صغير متاع قهوة مي زهر. بعد ما طفيت عليه باش ما يمررش وباش الشحور تقعد فيه ريحة المي زهر طاغية على الاخر، واني نحب ريحة المي زهر على الاخر في اي ماكلة، اما عطر شيا البنات والا مي زهر. باش هسألوني على عطر شيا شنية؟ عطر شيا هي نبتة نقطرها كما نقطروا الزهر والا الورد. اذا مش متوفر عندكم ميسالش، مش مشكل. اما الحقيقه البسبوسه ما نعرفش كان بلاش ميزهر ولا عطرشيه، نحسها ناقصه حاجه خاطر يعطيها بنة غير عاديه. وتوا باش نبدا نسقي فيها بعد ما خرجتها من الفرن، ممكن قعدت نصف ساعه على درجه حراره 180 درجه. للاطراف متاعها في الجنبات كان قاعدين تشوفوا فيهم يغمقوا شويه. صبيت مره الاولى الشحور، حطيت شويه شحور او كسيبون شربتها بالقدي. مره الاولى ديريكت شربتها. باش نزيد نحط مره اخرى الشحور، حطيت المره الثانيه دخلتها للفور مع السخانه، خليتها تزيد تشرب في عقلها في الفور مع السخانه. باش نكمل تو نحط لها بقيه الشحور هذاك ونخليها تشربها في عقلها. حملتها قبل شقن الفطر وبعد شقن الفطر قصيتها، اما صارت لي فيها غريبه والحمد لله يا ربي اني صورتها هيك، معناها بعد ما طابت وكل. ولدي غافلني ومشي ياكل فيها بالمغرفه. نحكي لكم مش على حالتي، جاني فشل نلقاه كلي منها وحصيله ما عاد فيها ما يتشاف. ديجا من بعد تروني نقص فيها، نقص لكم فيها، معناها مانيش نوري فيها الكل. هو صح وبش فيه ليا، ما تمنيت اني نصورها بالقدي واني نحي فيها من البلاتو ونحط فيها في الأصحنة، ما جانيش المنظر مزيان كيف ما هيك. الله غالب، ان شاء الله مرة اخرى نعملها مع بعضنا. زدت قصيت لها الجناب باش السكر يزيد يدخل فيها اكثر واكثر. وهذه هي البسبوسه بعد ما شربت السكر متاعها. هاكم تشوفوا كيف اني شارب الشحور، عملت لازمها برشا شحور، معناها ما تجي شكل الشايحه كما نقولوا، لازمها الحقيقه تاكل برشا شحور خاطرها تشرب برشا سميد، يشرب برشا، لازمها تجي هكاك. وفما شكون حتى يحط اكثر من هكاك شحور تبدا تبثبث اكثر وهكا، معناها تفتفت اكثر من هكاك. ريتو كيفاش، من حبيتش نوريكم الطبق بكله، معناه جست فريدكم جست شوية، معناه الله غالب. وهذه البسبوسة شوفوا ما شاء الله كيف نية جات. وهكا نوصل بكم آخر الفيديو، إن شاء الله يكون مفهوم. هو بسيط على الاخر، راه ما فيهش برشا مكونات وسهلة، والمطعم زاد بنين على الاخر. نتمنى انها تعجبكم، واني مبقى لي كم شغلكم بسلامة، ونتلاقاو العشية في فيديو روتين.